وهنتكلم معاكم على فيديو لطيف جدا انتشر على تويتر. طبعا الفيديو ده تخطت مشاهداته اكتر من 2 مليون مشاهده يا ايمان وفي وقت قصير جدا. ظهر في الفيديو اب مع طفله لسه مولوده جديد وهو قاعد على جيتاره وقرر ان هو يعزف لها نوتات موسيقيه مليانه بالحيويه، والطفل معاه وعلى وشه ما شاء الله علامه ابتسامه كده تفرح القلب. وهذا الاب اخذ لقب اب العام. بصي جمال من كل حد شافه وقال له انه عمل معنى حلو قوي ومبهج. يا حياتي بصي البيبي اصلا اصغر من الجيتار. يا نهار ابيض. بصوا بقى بصوا الفيديو جميل ازاي. الاطفال بتحس بالمزيكا مش بس بعد ما يتولدوا، يعني الناس ممكن تبقى مستغربه ان ده لسه مولود وفاهم او ابتسم شويه للمزيكا، الجنين كمان في بطن امه بيسمع مزيكا ده بيتفاعل بيتفاعل معاها ويرفص. طبعا هي المزيكا لغه جميله قوي الحقيقه. فيديو جميل. ويعني يا جماعه عايزين التيك توك يتعدي من النوع ده من الفيديوهات. التيك توك للاسف جزء كبير منه، انا مش هعمم، داخل في الحيط فيديوهات عجيبه الشكل غريبه، ساعات بخش بالغلط كده بقول اعوذ بالله وسلام قولا من رب رحيم. عايزين يعني التويتر يعدي شويه، التيك توك يبقى فيه فيديوهات ايجابيه كده وحلوه وتفتح النفس.